شوف راح اجاوبك جواب لازم تخلي عليه ميوزك، لانه هذا الجواب. هذا القلم قلقتني بي يا اخي، تبي البرنامج وما شايل هيك قلم هاليوم. خوش قلم. لا جد ما ادري، انت قلقني بالقلم، ما اعرف شنو فيلمه من البدايه يعني. بسالك علي، هذا من شخص عزيز هذا. والله عليك يعني هذا هديه جالك؟ اي والله جاني هديه. تحشي لي قسطيله وما تريد تحشيها؟ مو كان مشمور هنا سالش انت بالغلط والله. انت تعويض صار. انت لوحت بي يا اخي. صاحبي يعرف قصته هذا. صاحبي ايه يعرف قصته. ايه مو صاحبي يعني. ايه خلي صاحبي يعرفه. والله انا ما اعرفه. وشوف الك والله انا اشوفه للكاميرا. صاحبي يعرفه من هو هذا؟ اسالك عن صاحبي والله ما فاهم القصه اصلا انا يعني. ممكن العراقيين، قلت لك هي شركه جذوب الخير، شركه عراقيه اسمها تعمل برا العراق. مو داد اكمل جوابك انا، مو داد اجاوبك، بس اعطيني مجال شويه. مو هي بيها حركه، بس حط لي موسيقى مال 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 قلم مال قلم حلو زين. اطلع موسيقى ننتظر ونشوف. زين انت تتمرر رسالة؟ لا والله لا تمرر رسالة. لا والله تمرر رسالة من خلال يعني اقدر امنتج بعدين وقصة يقوم بله يعني. زين لا والله بس القلم صدق بالصدفة اجى هنا، كان هنا صح رجع. زين